السلام عليكم. اليوم سأكون معكم في قصة جديدة بعنوان الشقة المسكونة. اسمي محمد وأعمل مهندسا معماريا في إحدى الشركات الكبيرة في البلاد. منذ تخرجي من الجامعة تمكنت من الحصول على هذه الوظيفة لأني في الواقع تخرجت بتقدير امتياز، وهو أمر لا يتكرر كثيرا. تعرفت خلال سنوات عملي 5 على عدد من الأصدقاء الجيدين، ولكن أبرز صديقين لي هما كريم وأحمد. اعتدنا الذهاب سوية إلى العمل والعودة أيضا، حتى في حالة ذهابنا للإشراف على مشروع خارج المدينة كنا نسافر سوية. في يوم من الأيام أخبرتني الشركة بأني سوف أسافر إلى مدينة بعيدة من أجل الإشراف على مشروعين سوف ينتهي خلال 12 يوما. كانت وظيفتي رفقة صديقي أن أتأكد من أن المخططات الهندسية تم تنفيذها بدقة. كالعادة استعديت رفقة أحمد وكريم من أجل السفر إلى تلك المدينة والانتهاء من العمل بأقصى سرعة حتى تتسنى للعودة إلى البيت. ذهبنا، وعندما وصلنا إلى هناك وجدنا شيئا لا يخطر على بال أحد. إلى جوار المشروع يوجد المباني السكنية التي من المفترض أن نسكن بها. ليس هذا هو الغريب، الغريب أن جميع الشقق في جميع المباني مسكونة من قبل العمال والمهندسين ما عدا مبنى واحد فقط لا يوجد به أي ساكن. هذا المبنى يقع إلى جوار مقبرة كبيرة. على الرغم من أن كريم كان معارضا لفكرة المكوث في إحدى شقق هذا المبنى، إلا أنه لم يكن أمامنا خيار آخر. إلى أين سنذهب الآن يا كريم؟ كان هذا هو سؤالي له. بالطبع لم يتمكن كريم من الإجابة على هذا السؤال، لذلك اتجهنا مباشرة إلى ذلك المبنى واخترنا الشقة 5 في الطابق الثالث. كانت الشقة تبدو وكأنها عادية ولا يوجد ما يثير الشك بها. اختار كل واحد منا غرفته وجلسنا نتناول العشاء، ومن ثم ذهبنا إلى النوم. عند الساعة 4 صباحا حدث أمر مريب. فجأة وبدون سابق إنذار بدأ كريم يصرخ بصوت مرتفع. اتجهنا مسرعين إليه. قلت لكريم: ماذا بك؟ ما الذي حدث؟ قال كريم: لقد رأيت في المنام مخلوقا مخيفا جدا ينظر إلي ويتوعدني بأن يقوم بقطع رقبتي. قلت لكريم: لا تخف يا كريم، إنه مجرد كابوس. هيا قم لنصلي الفجر وسوف ترحل هذه الكوابيس بإذن الله. قال أحمد: يجب أن نقوم بقراءة القرآن بصورة منتظمة، فنحن لا ندري ما الذي رآه كريم بالضبط في منامه. قلت لأحمد: هذه فكرة جيدة، ولكن الآن هيا لنصلي الفجر. صلينا جميعنا الفجر وذهبنا للنوم قليلا قبل الذهاب إلى العمل. ذهبنا إلى العمل، وفي الواقع كان اليوم شاقا جدا. عدنا إلى الشقة، تناولنا وجبة الغداء، ومن ثم ذهب كل فرد إلى سريره لينال قسطا من الراحة. ما حدث مع كريم حدث مع أحمد. أيقظني أحمد وهو مفزوع وقال: يا محمد، إن هناك خطبا ما في هذه الشقة، لقد رأيت مخلوقا ينظر إلي من بعيد ويهددني بالقتل. بعدها اختفى. قلت لأحمد: صف لي هذا المخلوق. قال أحمد: أن وجهه أسود وعيناه لونها أحمر كالدم وله قرنان، وفي يده هناك مخالب كبيرة ويمسك بفأسه الذي تسيل منه الدماء. لقد كان منظره مخيف جدا. ذهبت رفقة أحمد لنرى كريم، ولكنه لم يجب. كان باب الغرفة مغلقا بإحكام. ظننا أن كريم مستغرق في النوم. ليس إلا مرت ساعة كاملة ولم يستيقظ كريم. شعرنا أن هناك خطب ما. بدأنا ننادي على كريم ونطرق الباب بكل قوة، ولكن لا جدوى. شعرنا بالقلق الشديد على صديقنا فقررنا كسر باب الغرفة. دخلنا الغرفة فكانت المفاجأة، كريم ليس داخل غرفته. كيف حدث هذا ونحن رأيناه بأعيننا يدخل الغرفة ويغلق الباب؟ من هنا بدأت رحلة البحث عن صديقنا كريم. بحثنا في جميع أرجاء الشقة ولكننا لم نعثر عليه.
خرجنا من الشقة وبدأنا نبحث عنه في أرجاء المبنى. صعدنا إلى السطح فرأينا شيئا جمد الدم في عروقنا. هناك خيط من الدم، كأن هناك جثة غارقة في دمائها، تم سحبها على الأرض. تتبعنا الدماء فكانت الصدمة الكبرى، جثة صديقنا كريم أمامنا مقطوعة الرأس. جن جنوننا عندما رأينا هذا المنظر. حينها علمنا أن هذه الشقة مسكونة. لم ندري ماذا نفعل، لم يكن أمامنا سوى إخبار الشرطة وشركتنا. خلال دقائق قليلة امتلأ المكان برجال الشرطة. وجدنا مجموعة من سكان المنطقة حاضرون. بدا عليهم أن الأمر الذي حدث لكريم كان عاديا. سألنا أحد السكان فكانت إجابته بمثابة الصدمة. أخبرنا الشخص الذي سألناه بأن الشقة التي اخترناها كان يسكن بها ساحر. هذا الساحر اعتاد استدعاء الجن لتنفيذ أعمال السحر له، ولكنه تاب إلى الله فقام الجن بقطع رأسه. قررت أنا وأحمد العودة إلى منزلنا وعدم السفر مرة أخرى مهما حدث.